بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سيكون بحول الله تعالى مقدمة أو تمهيد لسلسلة من سلسلات سأشرع فيها بحول الله تعالى، إن وجدت أن هناك عليها إقبالا أو وجدت أن هناك مهتمين بها. هذه السلسلة تتمثل في إنشاء متجر على الووكوميرس وطريقة العمل عليه والربح منه، أو بالأحرى سأدخل مباشرة في الموضوع وستكون حول الدروب شيبينج. سنتعرف على الدروب شيبينج، كيفية إنشاء متجر على الووكوميرس، لماذا نختار الووكوميرس ولا نختار شوبيفاي أو أي منصة أخرى للعمل عليها. هذا الفيديو من خلاله سأشرع في هذا الأمر. كما قلت، هذا مجرد سكرين شوت، ليس مش سكرين شوت. أنا الآن داخل المتجر الخاص بي، أنا قمت بإخفاء المتجر. في الأخير سأعطيكم المتجر الخاص بي لكي ترونه ولتأخذوا نبذة عنه، ربما تريدون أن تعملوا مثله، حتى أريكم المنتجات التي قمت ببيعها لمن يريد أن يقوم ببيعها هو أيضا. لماذا اخترنا الووكوميرس ولا نختار شوبيفاي؟ كل ذلك بحول الله تعالى سنتحدث عنه في الفيديوهات القادمة. أنا متجري هذا هو متجر جديد نسبيا، يعني قرابة 3 أشهر، 3 أشهر أو هكذا أو أقل، فيه 14 مبيعة، 14 مبيعة تقريبا بدون ترويج وبدون خسارة. سنتعلم كيف نتحصل على مبيعات بدون ترويج على الفيسبوك وبدون خسارة نقود زيادية. طبعا هذا لن يكون بدون استثمار أموال، يجب أن تكون هناك بعض استثمار من الأموال، لكن إن شاء الله تعالى ستذر لك وسترجع لك النقود التي قمت بخسارتها. على كل حال، هذا هو مجرد فيديو. لماذا أنا أعرض بعض الأرباح الخاصة بي؟ أنا أعرض بعض الأرباح الخاصة بي لأنه عندي متجر آخر فيه أرباح مضاعفة عن هذا بكثير جدا. لا أريد أن أعرضها. لماذا؟ لأنني لا أريد أن أفعل مثل ما يفعل بعض المسوقين لفيديوهاتهم أو حتى لمتاجرهم، أو لا أعرف. أنا سيصاب المبتدئ بالذهول ويعتقد أنها يعني أرقام كبيرة ولا يمكن تحقيقها. ثانيا، قد يضع في ذهنه أيضا أنه يجب أن يحقق تلك المبالغ، وقد يصدم بالحقيقة أنه لن يستطيع أن يحققها فيفشل. لذلك أنا أضع مبالغ معقولة نسبيا ويمكن تحقيقها، وسيمكن تحقيقها بحول الله تعالى. وهذا من جهة. من جهة أخرى، لكي أشعر الذي يشاهدني أنني يعني حققت ربحا، وبإمكانك أنت أيضا أن تحقق الربح الذي حققته أنا، يعني لكي تشعر بالطمأنينة، وليس من باب المراءات بما نعمله أو شيء من هذا القبيل. هذا من جهة. شيء آخر، أتمنى من الذين يشاهدون الفيديو الخاص بي أن، طبعا أنا أتكلم على المهتمين بمجال الدروب شيبينج، أنا أتمنى منهم أن يخبروني في التعليقات الخاصة بهم بماذا يريدون مني أن أبتدي. هل نبدأ بالمرحلة الصفر، كيفية إنشاء متجر من الصفر، كيفية شراء استضافة إلى غير ذلك. أعتقد أن هذه الأمور مشروحة جدا في الإنترنت وكثيرة جدا. ما هو غير مشروع جيدا أو لنقول أنه يتم تخبئته من بعض الإخوة أو من بعض الذين يقومون بترويج كورسات فقط؟ طرق الربح الحقيقية من متجرك، طرق الترويج، أو الطرق الحقيقية لجعل أو لكسب ثقة من التي تجعل المشتري يشتري من الموقع الخاص بك. المهم، أنا هذا سؤالي، هو سؤالي كالتالي لكي لا أطيل عليكم الفيديو لأنه فقط عبارة عن تمهيد. سؤالي هو، بما تريدون أن نبدأ؟ أن نبتدأ بالمستوى يعني المبتدئ جدا، المستوى المتوسط، أم المستوى المحترف؟ هذا هو السؤال الذي أريد أن أطرحه. إن وجدت أن التعليقات أو الاهتمامات تهتم بشيء معين سأبدأ به بحول الله تعالى. وإن أردتم أن نربح الوقت مباشرة ونبدأ في مستوى متوسط ومتقدم سأفعل بحول الله تعالى. لا نريد منكم فقط إلا الدعاء ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم والذين يهتمون بهذا المجال. بحول الله تعالى سأكون ناصحا لكم قدر المستطاع، وسأعطيكم كل ما أعرفه بحول الله تعالى، لأنه أغلب الذين شاهدتهم كلهم لا أقول أغلبهم، تقريبا كلهم لا يعطون كل ما لديهم، خصوصا الذين يهتمون بهذا المجال. لكنني بحول الله تعالى سأفعل وسأعطيك كل الطرق التي أستعملها، بل في آخر الفيديوهات إن شاء الله تعالى سأعطيكم الموقع الخاص بي لكي تدخلوا له ولكي تقوموا بأخذ فكرة جيدة عنه، ولكي تتجنبوا بعض الأخطاء التي ارتكبتها أنا أيضا ولا تقعوا فيها بحول الله تعالى. إذن هذا هو الفيديو الأول،
في هذه السلسلة سلسلة الدروب شيبينج، وهذه مقدمة. هو فقط وأريد أن ألاحظ عدد المهتمين في قناتي حول هذا المجال، لأنني أغلب منشوراتي هي حول أجهزة الاستقبال وغير ذلك. أعرف أنه لن يكون هناك مهتمون كثيرون، لكن الذين يهتمون بهذا المجال أتمنى منهم أن يدعوا أصدقائهم ويشاهدوا هذا الفيديو، لأننا سننطلق بحول الله تعالى. فإن وجدت أن المهتمين بهذا المجال كثيرون، أو على الأقل مقبولون جدا، لكي لا أوضع جهدي وشرحي في هذا الأمر، بحول الله تعالى سنشرع في هذه الفيديوهات. إذن كان معكم أحمد سراج، أحمد جزائري. أتمنى منكم أن تشتركوا في قناتي لكي تتوصلوا بكل جديد بحول الله تعالى، خصوصا الذين الآن يريدون أن يهتموا بهذا المجال ومجال التجارة الإلكترونية، وهو مجال سهل بحول الله تعالى. فقط تابع معي وكن على يقين بحول الله تعالى أنك ستكون من الناجحين فيه بحول الله تعالى. إذن هذه هي مقدمة هذا الكورس الذي سنبتدئ به، وإلى فيديو آخر بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.